لقبين، واحدة كانت هنا بمدينة الرباط في مباراة تاريخية أمام فريق الفتح الرباطي، توج من خلال المغرب تيتواري ضربة خطأ مقوسة جميلة أرضية في الخطورة مطالبة بركلة جزاء. تيتواريا، اللمسة الأولى كانت تيتواريا من زهير نعيم. زهير نعيم يتمكن من استغلال ارتباك واضح، قلت غابت النجاعة الهجومية، هل تأتي من خلال الكرة الثابتة؟ بالفعل لعبت واستغلها زهير نعيم اللي تمكن من تشكيل الهدف الأول هو لفريق المغرب التطواني. شفنا ترتطم بحيث الصد والمتابعة تجي من طرف زهير نعيم، يتمكن من تسجيل الهدف الأول لفريق المغرب التطواني. قلت لكم بأنه مدينة الحسيمة، شوفوا المحاولة، تطواني ينزل الجهة اليسرى العرضية، متابعة خطيرة. يفعل مرة أخرى فريق المغرب التطواني الأخطاء على مستوى دفاع فريق الشباب الريف الحسيمي، أخطاء مكلفة. شفنا الإعادة أو شفنا اللقطة كيفاش كانت قبل لحظات، كيفاش تمكن من استغلالها لاعب فريق المغرب التطواني. شوف الإعادة نور الدين القرش، شوف هنا الصعود اللي كان من جانب أنس الشبرون، متابعة من ياسين الحواصي، هو اللي ارتكب الخطأ، هو اللي ارتكب الخطأ، يتمكن من استثمار هذه الكرة للمرة الثانية ويجي الهدف بهذه الطريقة. تمنح الهدف الثاني لفائدة فريق المغرب التطواري. إذن صبحت النتيجة هدفين دون مقابل.